رأيك بمسلسلات أنتجتها منصة نتفليكس مثل مدرسة الروابي أو فيلم الحارة وغيرهم؟ والله هاي يعني شوفي كفنان كان الآراء يعني كانت يعني ممكن إلي بعض التحفظات، لكن في رسائل مهمة. إحنا ليش نخفي الحقيقة عن ناسنا؟ يعني هذه حقيقة، وأغلبية الأعمال اللي قدمت يعني أحداث بتصير في الأردن وبتصير في أي مكان في الوطن العربي. أساء التطبيق أو التعبير بالسيناريو من حيث هلا ممكن في بعض الحواريات في بعض الأجزاء من الأعمال صار هذا الشيء، يعني ممكن كانوا يعالجوها بطريقة ثانية مختلفة، ولكن يعني الموضوع والرسالة هي موجودة يعني في كل الوطن العربي موجودة، مش بس فقط في الأردن. الحادثة التي توفي على أثرها الفنان أشرف تلفاح في القاهرة، وأنت عقبت في حديث سابق كان مع موقع جوفري نيوز ووسائل إعلام على الحادثة، بعدين طلعت النتائج، هل أقنعتك النتائج والحيثيات التي أعلنت لاحقا؟ يعني أنا كحسين الطرشات أنا بأخذ المصدر الرسمي الأردني سواء أقنعتني ولا ما أقنعتني، ولكن هذا مصدرنا لأنه إحنا لازم نوثق في مصادرنا. سعاد معالي السفير الأردني في مصر نعم صرح، وأيضا نقيب الفنانين صرح بهذا الموضوع بحادثة المرحوم الزميل أشرف تلفاح، واحنا يعني من اللي علينا كنا احنا كنقابة فنانين وكفنانين أردنيين، ما كان في باليد شيء لأنه هاي هو خارج الوطن يعني في دولة أخرى، فما كان باليد شيء يعني ايش عملوا كل جهدهم من أجل أنهم يصلوا إلى الحقيقة يعني، وإن شاء الله يكونوا قد وصلوا إلى الحقيقة.